الله أبنائي الطلبة والطالبات، نواصل معكم بمراجعة مادة الرياضيات وأتمنى من الله التوفيق. انتبهوا معي في السؤال، نأخذ اليوم التفاضل، لكن خلوا نراجع الأساسيات بتاع التفاضل اللي في بعض الطلبة نسوا عن الأساسيات أخذتها في سنة تانية. خذوا معي المثال الأول، يقول لك أوجد دال صاد على دال سين لكل من الدوال الآتي: صاد تساوي سين تربيع زائد واحد في واحد ناقص سين تربيع. ما يجيش الطالب يستعجل يجي يقول لي تفاضل السين تربيع باثنين سين وتفاضل سين ويقول لي تفاضل واحد بصفر وتفاضل هذا يقول لي ناقص سين. لا، هذه حاصل ضرب دالتين، نذكركم فاهم. إذن الحل دال صاد على دال سين بالنسبة للسؤال الأول، الأول في تفاضل ثاني، جاوب على طول، بس نذكركم الأول في تفاضل الثاني، أو نكتب القاعدة بسرعة، لكن عشان نقول له دال واحد سين في دال اثنين سين تفاضل الثاني زائد الثاني في تفاضل الأول، شرطة قاعدة مباشرة. إذن عندما نفاضل دال صاد على دال سين، ما هو الأول؟ الأول ينزل كما هو، سين تربيع زائد واحد في، انتبهوا معي في الإشارة، تفاضل واحد بصفر وتفاضل ناقص سين تربيع بناقص اثنين سين. إذن الأول في تفاضل الثاني زائد الثاني كما هو ينزل، واحد ناقص سين تربيع في تفاضل الأول اثنين سين. نعاود، الأول في تفاضل هذه مشتقة حاصل ضرب دالتين، إذن هذه دالة وهذه دالة، هذه دالة من الدرجة الثانية وهذه دالة تربيعية. إذن نقول الأول في تفاضل الثاني ناقص الثاني في تفاضل الأول، بس عندما تفاضل ركز على الإشارة، لأن احتمال عندما الطالب يكتب 2 سين لكن هي ناقص 2 سين، خلاها نكمل الحل، تعطيني ناقص 2 سين تكعيب، لأن ناقص في الزايد بناقص وناقص 2 سين، وهذه تعطيني زايد 2 سين ناقص 2 سين تكعيب، ناقص 2 سين تكعيب وناقص 2 سين تكعيب بتمشي مع بعض، الاثنين بالسالب تعطيني ناقص 4 سين تكعيب، وهذه تمشي مع بعضها لان واحده بالموجب واحده بالسالب. نتاكدوا منا اهو، ناقص 2 سين تعطيني ناقص 2 سين تكعيب والناقص في الزايد بناقص 2 سين، هذه 2 سين في الواحد ب 2 سين والزايد في الناقص بناقص طرن. إذا تطلع النتيجة لين 2 ناقص 2 سين تمشي مع 2 سين، هذه هي التفاضل. هذا الجزء الأول. اللي بعده صاد تساوي اثنين سين جذر سين تربيع زائد واحد، حتى هذه عبارة عن حاصل ضرب دالتين. خذينا لو عندي أي دالة تحت الجذر، أي دالة تحت الجذر، يا إما تفاضل نحولها إلى أس ونستخدم القاعدة الأولى، أو نستخدم هذه مباشرة نقول تفاضل ما بتحت الجذر على اثنين جذر دال سين. هذه في نستخدم هذه القاعدة، هذا التفاضل في حالة الجذر التربيعي بس. أي تساوي الأول، نستطيع نكتب صاد أو دال صاد، دال صاد على دال سين تساوي الأول كما هو. هذه كيف نفاضل؟ تفاضل ما في تحت الجذر اثنين سين على اثنين جذر سين تربيع زائد واحد، نسكر زايد الثاني سين تربيع زايد واحد في تفاضل الأول، تفاضل اثنين سين باثنين.
كويس، اذا يمكن هذه تمشي مع هذه، اي تطلع النتيجه 2 س تربيع على جذر س تربيع زائد 1، وهذه تطلع 2 جذر س تربيع زائد 1. هذا اذا ركزوا معي في عمليه حاصة ضرب دالتين، هذه الدالة مرفوعة إلى القوة 5، ص تساوي 3 س تربيع زائد 5، الكل أس 5. كيف نفاضلها؟ احنا نقول تفاضل القوس في تفاضل ما بداخل القوس، نعاود تفاضل القوس في تفاضل ما بداخل القوس، تفاضل القوس في تفاضل ما بداخل القوس. اذا انتبهوا معي، فهم دال ص على دال س فاضل القوس داخل القوس متمساشة، الكل اس كم؟ 4، لان نزل تفاضل نطرح من الاس نضرب ونطرح من الاس 1. ثم فاضل ما بداخل القوس 3 س تربيع 6 س، والتفاضل 5 بصفر لان تفاضل. اذا 5 في 6 ب 30 س مضروبه في 3 س تربيع زائد 5 اس 4. ما يجيش طالب يوزع لي 30 في س لان هذه اس 4 تقعد. اذا قاعده بسيطه جدا، التفاضل خذ لابد تكون فاهم القاعده، فاضل مباشر. طالب مش فاهم القاعده كيف يفاضل؟ اذا تفاضل القوس في تفاضل ما بداخل القوس. السؤال اللي بعده قال لك ص تساوي 3 س زائد 1 على 1 ناقص س، شو يطلع لي؟ خارج هذه مشتقة خارج قسمة دالتين، مشتقة خارج كلها اخذتها في سنة ثانية. إذا ص تساوي 3 س زائد 1 على 1 ناقص س. نذكركم بالقاعدة، لكن دال ص على دال س هذه هي يسمى البسط، وهذا المقام، أي نقول المقام في تفاضل البسط ناقص البسط في تفاضل المقام على المقام كل تربيع. خلي ناخذها حتى الآن الطالب، الإشارة ناقص في الطالب يغلط فازا. المقام للوطة في تفاضل فوق ناقص الفوق في تفاضل للوطة على مربع للوطة بالفلاجر تساوي دال صاد على دال سين. ما هو المقام؟ واحد ناقص سين. أقول لك بالطريقة هذه بشنا في تفاضل فوق تفاضل البسط باثنين، لأن تفاضل اثنين سين باثنين، تفاضل واحد صفر ما فيش داعي نكتبون، ناقص البسط 3 س زائد 1 في تفاضل مقام تفاضل 1 صفر، وتفاضل ناقص س في ناقص 1. ركزوا على الاشارات مش بواحد، ضيعكم كلمة تركزوش على الاشارات. 1 ناقص س كل تربيع. اذا دال ص على دال س وزع 2، 2 س ناقص 2 في خطأ درتا. بالطالب يركز معي تولا، 2 في الواحد مش 2 س، 2 ناقص 2 س ناقص من ناقص زائد، اذا تطلع 3 س زائد 1. تقول لي لا ناقص، ما هو ناقص من ناقص 1 بزائد، اذا تصبح على 1 ناقص س كل تربيع. 2 زائد 1 3، 3 س ناقص 2 س ب س
ثلاثة سين ناقص اثنين سين في سين، وتعطين واحد ناقص سين كل تربيع. هذه هي دال صاد على دال ب. كويس، ناخذ المثال اللي بعده. هذا اعطيكم فرصة باش تكتبوا، باش ناخذ المثال. إذن السؤال الأول عبارة عن حاصة ضرب دالتين، الأول في تفاضل الثاني زائد الثاني في تفاضل الأول. وعندما تفاضلوا ركز على الإشارة، الطلبة هل يحملوا في الإشارة كأن الإشارة مش مهمة؟ في فرق ما بين واحد وناقص واحد، ما بين اثنين وناقص اثنين. إذن تفاضل الأول في تفاضل الثاني زائد الثاني في تفاضل الأول، اثنين سين في سين اثنين، لأن ناقص في الزائد بناقص، اثنين سين تكعيب، ناقص اثنين سين في واحد بناقص اثنين سين، اثنين سين في واحد باثنين سين، واثنين سين في ناقص بناقص اثنين سين تكعيب. نجمع هذه ناقص اثنين سين، ما تجمعهاش مع هذه، اجمع مع هذه. إذا ناقص اثنين سين وناقص اثنين سين بناقص ناقص اثنين سين تكعيب، وناقص اثنين سين تكعيب ناقص أربعة سين تكعيب، وناقص اثنين سين تمشي مع، لأن واحدة بالموجب واحدة بالسالب. إذا طلعت المشتقة الثانية إذا كان أربعة، مش واضح نوضحها. كويس، اللي بعده. إذا كان عندي حتى نفس حاصة ضرب دالتين، بس دالة جبرية وهذه دالة تحت الجذر، دالة جبرية، انتبهوا معين. إذا كان عندي أي دالة بالجذر التربيعي بس يا ابنائي، جذر دال سين، ويبي التفاضل، نقول له تفاضل ما بي تحت الجذر على اثنين، ها اثنين جذر الدالة كما هي. دال صاد على الأول اثنين سين في تفاضل سين تربيع باثنين سين على اثنين جذر سين تربيع زائد واحد. الشرطين لأن اثنين مشيت مع اثنين، واثنين سين في سين باثنين سين تربيع على جذر سين تربيع زائد واحد، واثنين في هذا يعطيني اثنين جذر سين تربيع زائد واحد. هذه دالة مفاعل القوة خمسة، نقول تفاضل القوس في تفاضل، اجزل المستوى الطالب باش تفهم، خليني نوضح لكم. تفاضل القوس في تفاضل ما في داخل القوس، فاضلنا القوس داخل القوس ما بسيتهاش قاعد، ثم نخش داخل القوس نفضل 3 سين تربيع ب 6 سين. كويس، 5 في 6 سين 30 سين في 3 سين تربيع زائد 4، خليها كما هي. اللي بعده صاد على تساوي 3 سين زائد 1 على 1 ناقص سين، هذه خارج قسمة الدالتين. إذن المقام في تفاضل البسط ناقص البسط في تفاضل المقام على المقام كل تربيع. المقام 1 ناقص سين في تفاضل البسط باثنين ناقص، ركزوا معي الإشارة مش زايد أحبنه، ناقص 3 سين زايد 1 في تفاضل، ما يجيش طالب يكتب لي تفاضل 1 يكتب سين بواحد، لا ناقص 1. وزعت 2 في الواحد باثنين، واثنين في سالب اثنين بسالب اثنين سين، السالب مع السالب، لو ما كان درت هذه موجب تبدا سالب، خطا، سالب مع السالب موجب تبدا 3 سين زائد 1، 2 زائد 1 3، و 3 سين ناقص 2 سين بسين، اي تطلع النتيجه 3 زائد سين على 1 ناقص سين تربيع. ناخذ المثال اللي بعده. طيب الآن يا ابنائي استعجوا شوية وباش تفهموا. المثال اللي بعده صاد تساوي، الآن اخذنا بسيط، انزوا معي للسؤال رقم 2، هنا شبه اخذناها، هذا حاولوا انت تدروه واجب. طيب الآن حتى هو خارج قسم الدالتين نفسه، انتبهوا معي في السؤال التالي. هذه يسمى الدالة ضمنية، وكيف نفضلها؟ اثنين سين تربيع السؤال ناقص سين في صاد زائد
ص تربيع زائد 3 ص زائد 2. هذه تسمى الدالة الضمنية. إن فاضلها قال لك أوجد دال صاد على دال، إن فاضلها تفاضل ضمني. شو تدير؟ اللي حاولوا معي تولا. فاضل الجزء هذا. شو تساوي؟ 2 س تربيع عبارة عن 4 س. فاضل الجزء هذا. نزل. حطوا الناقص مش متلخبطوش. هذه حاصة ضرب دالتين. سين في صاد، مجيش طالب يقول لي تفاضل السين بواحد تفاضل الصاد بصاد شرطة، لا، هذه حاصة ضرب، هذه دالة وهذه دالة، خلي الإشارة لبرا باش افتح قوس، الأول في تفاضل الثاني، الأول سين، تفاضل الثاني اكتب صاد شرطة باش مدخل، زايد الثاني صاد في تفاضل الأول واحد لين تفاضل السين، وسكر القوس، لأن ما ضبها في الناقص، نعاود. تفاضل 2 س تربيع ب 4 س. خلوا الإشارة لبرا وديروا الأول في تفاضل الثاني تفاضل السين بواحد، لا الأول تفاضل السين في تفاضل الصاد شار شرط، زائد انفاضل بالنسبة للسين ثاني صاد تفاضل السين بواحد. هذا شيء تفاضلها بنيات 2 صاد تربيع، في اللي يكتب 2 صاد لا، نقول 2 صاد في صاد شرطة، وهذه يكتب لي ثلاثة لا، نقول ثلاثة في صاد شرطة، وتفاضل اثنين بصفر، نعاود فاضلنا تفاضل اثنين سين تربيع عبارة عن أربعة سين. خلوا الإشارة لبرا باش متلخبطوش، الأول في تفاضل التالي سين في صاد شرطة زائد صاد في تفاضل سين بواحد زائد صاد تربيع، مش سين تربيع، سين تربيع اثنين سين، صاد تربيع يساوي 2 صاد في صاد شرطة. تفاضل 3 س نقول 3 3 بس، لكن 3 صاد نقول 3 في صاد شرطة. كويس. نحن نبغى دال صاد على دال س نقول صاد شرطة. كويس. 4 س. وزع الناقص. ناقص سين في صاد شرطة. ناقص صاد. قولي من جبت الناقص؟ أن الناقص في الزايد الناقص. الزايد. 2 صاد في صاد شرطة. زايد 3 صاد شرطة تساوي 0. الخطوة اللي بعدها. أي مقدار مضروب في صاد شرطة نخليه في طرف. والخالي من صاد شرطة نحوله من الطرف الأيمن إلى الطرف الأيسر المخالف لي شرطة. نعاود. خطوة خطوة. أي قيمة مضروبة فيها صاد شرطة تقعد، واللي خالي من صاد شرطة نحولها نحولها إلى الطرف الآخر مخالف لشرطة، هذه فيها صاد شرطة تنزل، هذه خلاها، هذه فيها صاد تنزل بشرطة، هذه فيها صاد تنزل، اللي فيها صاد شرطة مش، هذه ما فيها صاد شرطة تمشي للطرف الأقصر، ناقص. 4 س ما فيهاش، وهذه ما فيهاش تمشي زايد ص. نعاود. اي فيه صاد شرطه خليه في طرف. باهيش فكروا معي تو الان. هذه صاد شرطه وهذه صاد شرطه وهذه صاد شرطه. ناخذ صاد شرطه عامل مشترك. تساوي ناقص س زايد 2 ص زايد 3. تساوي نستطيع نقول صاد ناقص 4 س، لكن نبي صاد شرطه هو دال صاد على دال س، نقسم الطرفين على اذا صاد شرطه تساوي صاد ناقص 4 س على هذا ناقص س زائد 2 ص زائد 3 وهو دال صاد على دال س. هذه طريقه التفاضل الضمني نفاضل بطريقة وعودناها مرة واثنين فهمتها. السؤال التالي، إذا كان الجذر صاد ناقص جذر سين تساوي جذر خمسة،
جذر صاد ناقص جذر سين تساوي جذر خمسة. بلاقي فاضلوا لي جذر صاد. أخذنا القاعدة تفاضل ما بتحت الجذر. تفاضل الصاد هي صاد شرطة على اثنين جذر صاد. وتفاضل جذر سين هي واحد على اثنين جذر سين. وتفاضل جذر خمسة هاي فكروا معي. تفاضل أي مقدار ثابت شو يساوي يا ابنائي؟ صفر. كويس. نعاودهم. تفاضل جذر صاد، تفاضل الصاد وصاد شرطة على اثنين جذر صاد. ناقص تفاضل جذر سين واحد على اثنين جذر سين تساوي صفر. إذن يمكن كتابة صاد شرطة على اثنين جذر صاد تساوي واحد على اثنين جذر سين، صح؟ نبي صاد شرطة. اضربوا هنا في اثنين جذر صاد وهنا في اثنين جذر صاد وتابعوا معي لنا. صاد شرطة تساوي اثنين جذر صاد على اثنين جذر سين. تخلى على الصورة. اثنين تيجي مع اثنين، أو تكتب جذر صاد على جذر سين، أو تكتبها كلها جذر واحد جذر على سين. اللي بعده واحد على سين زائد واحد على صاد زائد واحد. واحد على سين زائد واحد على صاد تساوي واحد. فاضلوا هذه خارج قسم الدالتين. المقام سين في تفاضل البسط صفر ناقص سين على سين تربيع. اللي بعده زائد صاد في صفر ناقص صاد شرطة على صاد تربيع. شو تساوي؟ صفر. نعاود. هلا لاحظ. سين في الصفر ناقص سين ناقص سين ناقص واحد. اسف. لأن واحد على سين نقولوا سين في تفاضل سين ناقص واحد في سين على سين تربيع. وهذا صاد في تفاضل ناقص لأن تفاضل السين واحد. هنا نقول تفاضلها بصاد شرطة. إذن هذه ناقص واحد على سين تربيع ناقص صاد شرطة على صاد تربيع تساوي صفر. تكتب على الصورة هذه أو تقول ناقص صاد شرطة على صاد تربيع تساوي واحد على سين تربيع. اضرب هنا في صاد تربيع، اضرب في صاد تربيع او اضرب في الناقص. اذا صاد شرطة تساوي ناقص صاد تربيع على سين تربيع. اذا هذه هي صاد شرطة على سين شرطة. كويس. انتبهوا معي في السؤال الاخير. الطالب يقول لي نستطيع ان نكتب حتى على الصوره هذه، بس الاشاره تكون عن برا. ناقص صاد على سين كل تربيع. كويس. السؤال هذا اذا كان الصاد في سين تساوي اثنين، موجود عندكم في الكتاب. اذا كان الصاد في سين تساوي اثنين، قالك فأوجد قيمة المشتقة الثانية بالنسبة لسين في المشتقة الثانية بالنسبة للصاد. ماذا تساوي؟ أي إن الفاضل الأول بالنسبة لسين ثم مضروبة في تفاضل الثاني تفاضل بالنسبة لصاد. هذه المشتقة الثانية. لاحظوا يا أبنائي أن دال صاد على دال سين كل تربيع لا تساوي دال صاد تربيع على دال سين تربيع. هذه مربع
المشتق الأولى، لكن هذه التفاضل إيجاد المشتق الثاني، إذن هذه لا تساوي هذه. كويس، خليني نطلعها بشوي بشوي. صاد الأول فاضل بالنسبة للسين، الأول في تفاضل الثاني هو واحد، زائد الثاني سين في صاد شرطة تساوي صفر، أي إن الصاد زائد سين في صاد شرطة تساوي صفر. زيدوا فضلها مرة ثانية، هذه شو تفاضلها؟ صاد شرطة، هذا الأول في تفاضل التالي زائد الثاني في تفاضل الأول، شو تساوي؟ نعاود، الأول في تفاضل التالي صاد في واحد، زائد الثاني في تفاضل الأول تفاضل السين بواحد وتفاضل الصاد بصاد شرطة تساوي صفر. صاد في واحد صاد، سين في صاد شرطة تساوي صفر. تفاضل هذه صاد شرطة، هذا الأول في تفاضل الثاني، الأول سين هي صاد شرطة، زيد نفضلها صاد شرطين زائد، إذا صاد شرطين شو تساوي؟ إذا وصاد شرطة شو تساوي؟ انتبهوا معي فهم. إذا نقول سين في صاد شرطين زائد اثنين صاد شرطين، من جبت اثنين صاد؟ لأن صاد شرطة زائد صاد شرطة. كويس، صاد شرطة شو تساوي؟ صاد شرطة، انتبهوا معي، صاد شرطة شو تساوي؟ أرجعوا معي لهذه، صاد شرطة تساوي ناقص صاد على سين. صاد شرطة شو تساوي؟ ناقص صاد، أي إن نستطيع نقوله، نخلي الطالب فكر فيها هذه شوي، ناقص اثنين صاد شرطة على سين، أي فكر فيها حتى الآن، حول صاد شرطة وحط قيمتها من أي من هذه هي طلع شو تطلع؟ أي فكروا فيها كيف تطلع؟ أي إن صاد شرطة تساوي ناقص صاد على سين، حاول صاد وتكتب ناقص صاد على سين. صاد شرطين أي المشتقة الثانية تساوي ناقص اثنين على سين في صاد شرطة، انتبهوا معي، ناقص صاد على سين، كلي مجد، ناقص اثنين على سين صاد شرطة تساوي ناقص صاد على سين، ناقص في ناقص أي تطلع النتيجة. خلاها نبيك تفكروا معي شوي لبعدها، عندي صاد في سين تساوي اثنين، هنا نبي الفاضل بالنسبة لي مش لسين، فاضل بالنسبة لي صاد. الأول دال، هذه الدال تربيع، صاد على دال سين تربيع، لكن هذا باش نفاضل بالنسبة إلى صاد، الأول صاد في دال صاد على في دال سين على دال صاد، زائد الثاني سين في تفاضل الصاد بواحد، لأن فاضل بالنسبة لصاد تساوي صفر. كويس، زيد فاضله مرة ثانية، الأول صاد في تفاضل هذا، ركزوا معي تو الآن، الفاضل بالنسبة لي صاد، انتبهوا معي، الفاضل بالنسبة لي مش لي سين، صاد الأول صاد في تفاضل الثاني دال سين تربيع، دال تربيع على دال سين تربيع، زائد الثاني هذا دال سين على دال صاد في واحد، زائد دال سين على دال صاد. اكتبوا شو نمسحون باش نعاودها لكم باش تبان. اعتقد المكان ضيق، خلينا نعاود بمكان اوسع. كملتوا هذا، انتبهوا معي، خلينا نعاودها لكم للتوضيح، لان
نبي نطالب باهم. عندي هذه المسألة صاد في سين تساوي 2. الفاضل أول بالنسبة لسين ثم نجد المشتق. قالك طلع فاضل بالنسبة لسين تربيع المشتق الثاني بالنسبة لسين والمشتق الثاني الفاضل بالنسبة لصاد. أي إن عندنا فاضل بالنسبة لسين الأول صاد في تفاضل الأول بواحد زائد الثاني سين في تفاضل الثاني نقول صاد شرطة تساوي 0. فاضلها مرة ثانية تفاضل الصاد شرط شرطة زائد الأول سين في تفاضل الثاني صاد شرطين زائد صاد شرطة في تفاضل سين. إذن صاد شرطين تساوي ناقص 2 صاد شرطة على سين. كويس، أرجو معي لهذا يعني انتبهوا معي. صاد شرطة شو تساوي؟ صاد شرطة تساوي ناقص صاد على سين. إذن نحاول ناقص 2 على سين في ناقص صاد على سين أي صاد شرطين أي تساوي ناقص 2 صاد على 2 على سين تربيع. هذه فضلنا بالنسبة لسين. لبعد صاد في سين تساوي 2 فاضل بالنسبة لصاد الأول في تفاضل الثاني الأول هو صاد فاضل بالنسبة لصاد أي دال سين على دال صاد زائد الثاني سين تساوي 0. كويس، نفس الوضع صاد الأول في تفاضل الثاني زائد الثاني في تفاضل الصاد بواحد زائد دال سين على دال صاد. إذن هذا ما هذا نفسه. إذن صاد دال تربيع سين على دال صاد تربيع تساوي ناقص 2 دال سين على دال صاد. ودال سين على دال صاد هنا طلعناها أهوة دال سين على دال صاد أرجع المهادب دال سين على دال صاد أي تساوي ناقص سين على صاد. إذن صاد شرطة دال سين على دال صاد ب صاد دال سين تربيع على دال صاد تربيع تساوي ناقص 2 في ناقص سين على صاد أي تساوي ناقص تساوي 2 سين على صاد ونقسم على صاد. إذن دال سين تربيع على دال صاد تربيع تساوي 2 سين على صاد تربيع. هو قالك أوجد قالك أوجد المشتقة الثانية بالنسبة لسين في المشتقة الثانية بالنسبة لصاد أي دال صاد على المشتقة الثانية في ماذا تساوي؟ هذه تطلع النتيجة لو لشي طلعت أبنائي 2 على صاد وهذه طلعت 2 على هذه 2 لولا في 2 على سين تربيع ناقص وطلعناها نحن فوق أهو دال صاد على دال سين الصاد المشتقة الثانية إذا هي تطلع 2 سين على صاد تربيع سين على سين تربيع أهو المشتقة الثانية 2 صاد على سين تربيع هذا 2 في
2 س على ص تربيع. 2 س على 2 س على ص تربيع، أي أن التربيع هذه تصبح 2 س تطلع 4 الس ص تمشي مع ص، وهذه شو تقعد 4 على س في ص. كل واحد يزيد يراجع 2 ص 2 ص 2 ص على 2 س على ص تربيع، واللي بعدها واثنين صاد على سين تربيع، اثنين صاد على سين تربيع، واثنين سين على سين، اثنين صاد على سين تربيع، غادي نتأكدوا، اثنين صاد على سين تربيع، باثنين سين على صاد تربيع، الصاد تمشي مع التربيع، توع اثنين وسين عبدو 2 في 2 ب 4 على زيادة التوضيح 4 ص س على س تربيع في ص تربيع، يمشي هذا مع هذا وهذا مع هذا، أي تطلع 4 على س ص 4 على س ص. أبنائي الطلبة والطالبات، نال لقاء في حلقة قادمة إن شاء الله، نكمل فهم إيجاد معادلتي المماس والعمودي والنهاية العظمى والنهاية الصغرى مع إيجاد نقطة انقلاب. تطبيقات عن النهاية العظمى والصغرى مش مقرر عليكم السنة هذه، المتغيرات التقريبي أو التقدير التقريبي هذا مش مقرر عليكم، المتغيرات هي مقرر عليكم إن شاء الله، ثم نوضح لكم الجزء اللي مقرر والجزء الغير مقرر إن شاء الله. هاي السلام عليكم ورحمة الله.